ربيع الحبوبي يزهر في المحافظات ويدشن موسم الإقالات. أيام ويحل الربيع وتتفتح الأزهار وتورق الأشجار، وربما يقال للمحافظين أي نعم، مثل ما شفنا الربيع العربي قبل 10 سنوات ربما نشوف ربيع المحافظين بالعراق قريبا. شنو ربيع المحافظين؟ ربيع المحافظين هو استمرار سقوط أحجار الدومينو بعد إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي. واضح أنه بعض المحافظات القريبة الشبيهة بذي قار واللي تتحكم بها نفس القوى السياسية، واضح هاي المحافظات انفتحت شهيتها وجاي يدور حديث عن إقالات قريبة لمحافظيها. وأنضج حركة هي مطالبة جمهور السماوة بإقالة أحمد منفي. الناس طلعت قرب ديوان المحافظة رفعوا نفس الشعار اللي رفعوه أهل الناصرية. عدا السماوة ناشطي الديوانية حاكين خشومهم وطلعوا تظاهرات أيضاً وطالبوا بإقالة المحافظ ونوابه. بالنجف أكو بوادر وبالحلة جاي يتحضرون، يعني طبخة الإقالة جاي تستوي وربيع الإقالات ربما يحل. وبحال نجحوا أهل السماوة بإقالة منفي ربما يصير سقوط البقية أسرع. هسه قصة إقالة المحافظين جديدة؟ لا طبعا، يا من حكى بيها خصوصا بعد تشرين. وبالعراق عادة ينعكس الصراع السياسي على المحافظين بشكل غير مباشر وأحيانا يكون حاد، لأنه الهيمنة على محافظة معينة معناها الهيمنة على مقدرات ومشاريع وصفقات، وكل هذا بالتالي يتحول لمال سياسي. وأفضل موسم لهيج صراعات هو الربيع اللي يسبق الانتخابات، ويبدو هو هذا اللي جاي يصير الآن. مع هذا الموضوع مو بس انتخابات، الموضوع قبل هاي إلى علاقة بالمعادلة السياسية اللي نشأت بعد تشرين. هاي المعادلة اختلفت تماماً، واتضح أن محافظات الجنوب والفرات ممكن تقلب المائدة. وهناك من يعتقد مثلاً أن الناصرية صارت عاصمة الثورة وأمسكت اللجام وجاي تتحول إلى عقل مفكر وغرفة إدارة عمليات، بالتالي هي اللي جاي تقود حراك الجماهير بالمدن الأخرى. هذا التغيير الجوهري أقلق بعض القوى السياسية المحسوبة على الخندق المضاد لتشرين، ولهذا بدأت تشتغل على شيطنة الاحتجاجات وتحويل الناصرية إلى بعبع. زعيم دولة القانون على سبيل المثال حذر قبل فترة من أن حراك الناصرية مقدمة لإعلان إقليم الجنوب. طيب الحكومة شنو موقفها؟ حسب ما عرفنا أن المحتجين بالناصرية مجتمعين قبل يومين ومصدرين رسالة إلى الحكومة أنهم لا يرغبون ببقاء عبد الغني الأسدي ولازم يتبدل ويتم اختيار شخصية مدنية. واللي عرفناه أن الحكومة ما مستعدة تغيره، ومبلغين قيادة الاحتجاجات أن الرجل باقي حتى الانتخابات. اللي يصح الناصرية يصح السماوة والنجف والديوانية والحلة. هذا قرار الحكومة، إذا غيرنا المحافظين فبنفس الطريقة، ولا تتوقعون نبدلهم حتى إجراء الانتخابات. نقطة راس السطر. هسه شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير حسب توقعاتنا انه ربيع الإقالات قادم
والصراع راح يشتد بالفترة الجاية. بعض المحافظين ربما يسقطون بسهولة، وبعضهم يراد لهم وقت، لكن بالمحصلة الأخيرة لا مهرب من قدوم الربيع، خصوصا إذا كان الربيع يسبق الانتخابات. هسه وصلت الرسالة؟ حياكم.